بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه احببت ان اتوقف معكم حول ايه عظيمه جدا ارجو ان نحفظها لانها تريح القلب وتصرف عنك شر الوساوس وتصرف عنك اذى الناس وتجعل حياتك مليئه بالاطمئنان لعلاج القلق لعلاج الخوف من المستقبل لعلاج الخوف اثناء النوم. لعلاج الوساوس. ايه في سوره الزمر الايه 38 عظيمه جدا ولكن معظمنا يغفل عنها. يجب ان تحفظها معي اليوم وان تتفكر فيها. وأن تصبح جزءا من حياتك، وصدقني لن تندم لأن... لأنني أنا جربت هذا الأمر، وهذه الآية بالفعل غيرت حياتي، فأحيانا آية واحدة قد تغير حياة إنسان، لأن تغيير العقيده هو اصعب شيء، تغيير نظرتك للحياه شيء صعب جدا ان تغير نظرتك للامور من حولك. هذه الايه ستجعلك تغير نظرتك لكل شيء تقريبا من حولك وبخاصه المخاوف والقلق والالام والاحزان والخوف من الناس او من المحيط او من المستقبل. الله تعالى يقول: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض؟ لا يقولن الله. قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون والله ايها الاحبه كل كلمه من كلمات هذه الايه اثقل من الجبل لو فهمنا معانيها هذه الايه بدات بسؤال كلنا قرر اجابته مسبقا لا احد يستطيع ان يدعي انه هو من خلق الكون حتى الملحد لا يستطيع ان يقول لك هناك بشر خلق الكون حتى الذي ينكر وجود الله يعترف ان هناك قوه عليا هي التي صنعت هذا هذه السماوات والأرض ولئن سألتهم والخطاب هنا لمن؟ ال 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 الخطاب هنا ل لنبينا عليه الصلاة والسلام ولنا نحن المؤمنين من بعده أي إذا سألت هؤلاء الملحدين المنافقين المشككين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله مباشرة يعترفون أن الله هو خالق كل شيء على الرغم من ذلك يقولون فلان يضر وفلان ينفع، وانا اخاف من فلان قد يضرني، وارجو عطف فلان لانه ينفعني. <applause> هذه الايه ستغير هذا المفهوم تماما اخي الفاضل. لذلك الله ماذا قال بعد هذه المقدمه؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اذا انت ترفت سواء كنت مؤمنا. أو مشككا أو ملحدا أن الله هو خالق الكون كما قلنا الملحد لا يقول الله يقول هناك قوة ولكنه يعترف أن هناك إله للكون بغض النظر عن شكل الإله الذي يعتقد به قل أفرأيتم ما تدعون من دونه هؤلاء الذين تظن أنهم يسيطرون على الدنيا تخاف منهم قل أفرأيتم ما تدعون من دونه يا هل ترى دقق معي أخي الحبيب إن أرادني الله بضر إذا كتب الله لي ضرا، إذا كتب علي حادث أو شر أو مرض أو أذى أو فقر. إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ هذا الإنسان حتى لو كان أعظم ملوك الأرض، هل يستطيع أن يكشف ضرا عن إنسان؟ كتبه الله عليه؟ أصلا هو لا يستطيع أن يكشف الضر عن نفسه. <applause> إذا أصابه مرض قد يموت ولا يستطيع إنقاذ نفسه. فكيف يكشف الضر عن غيره؟ يعني هو أضعف من ذلك بكثير. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله هؤلاء الذين تخافون منهم وتترجون رضاهم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إذا أصابني مرض يعني استعصى على الأطباء هل يستطيع هؤلاء مهما بلغوا من القوة والمال ولو بذلوا أموال الدنيا أن ينقذوا إنسان أشرف على الموت مثلا لا يمكن هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هذا الإله العظيم كتب لي رحمة عنده، كتب لي مبلغا من المال سيأتيني. كتب لي خيرا سيأتيني، كتب لي رحمة ما، زوجة ستقر عيني بها، طفل سيكون قرة عين لي، أي خير أو رحمة كتبها الله لي، أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ يعني هل يستطيع احد ان يمنع عنك رزقا كتبه الله لك؟ طبعا لا. اذا ما دمت اعترفت بذلك اذا قل حسبي الله. الله يكفيني، حسبي الله. انت عندما تقول لفلان يتقدم تقول حسبك يعني يكفي هنا توقف هنا. حسبي الله، الله يكفيني كل شر وكل هم وكل ضيق وكل مشكله. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اذا اعظم عباده انا بنظري يمكن ان تجعلك مطمئنا جدا في هذه الدنيا هي التوكل على الله الذي للاسف فقدناه. وكلنا انفسنا للاسباب. احدنا يلهث ليخرج من مكانه بسبب ضيق الرزق وقد يكون فيه خير لك وانت لا تدري. ويذهب ليقول لك اريد ان اؤمن المستقبل والاولاد والعلاج والتعليم وكذا وهو لا يضمن اي شيء لا يضمن لنفسه ان يعيش يوم واحد فكيف يضمن مستقبلا لغيره ولاولاده واسرته اصبحنا ايها الاحبه نعتمد على الاسباب الماديه من حولنا فقدنا لذه التوكل على الله أحبابي في الله التوكل على الله هو لذة عظيمة لا يشعر بها ولا يستطيع أن يصفها إلا من تذوقها في قمة المرض أن تقول الحمد لله في قمة الخوف أن تجد نفسك مطمئنا بفضل التوكل على الله أنا, أنا معي يا رب هو إله هذا الكون لماذا أخشى غيره؟ انظر إلى حبيبك عليه الصلاة والسلام عندما كان في الغار وكل أسباب الخطر من حوله المشركون من كل جانب وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه يحزن لهذا الموقف نبي كريم عظيم كرم بشر عند الله يقف مثل هذا الموقف ال ال الكفار المشركون يحيطون به و و يعني بينهم شعره فقط او بينه وبين الموت او القتل شعره ولكن هذا النبي الكريم كان لديه قوه هائله توكل على الله اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا لانه ادرك اخي الحبيب انتبه ادرك هذه الايه في سوره الزمر ادرك ان الرحمه لن يستطيع احد ان يمسكها وأن الضر إذا وقع به لن يستطيع أحد أن يكشفه إلا الله عز وجل. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله. النبي علم تماما معنى هذه الآية. علم تماما معنى حسبي الله أنا الله معي. طب أخاف من فلان وفلان ومصيرهم بيد الله. لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا اذا كيف كيف يخوفني شخص هو لا يملك اي شيء على الاطلاق لا يملك نفسه فكيف يخوفني والله معي هذه قوه التوكل ايها الاحبه سيدنا موسى ايضا ادرك هذا المعنى عندما وجد البحر من امامه والعدو من ورائي الذي قال أن ربكم الاعلى فرعون وجنوده احاطوا بسيدنا موسى والمستضعفين معه من كل جانب، اصحاب موسى قالوا انا لمدركون، فقدوا الامل من الله، فقدوا يئسوا من رحمه الله والعياذ بالله، وهذا كفر نوع من انواع الكفر. قال كلا، طب ما الذي دعاه ان ان يقول على الفور كلا ان معي ربي سيهدين، قوه التوكل ايها الاحبه علم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله علم معنى هذه الآية إن معي ربي سيهدين لذلك أنا أريدك أخي الحبيب أن يعني قوة التوكل أن, أن يكون في داخلك في أعماقك قوة هائلة للتوكل على الله تشعر بقوة كل على الله أحدنا يا أحبتي إذا تعرف على إلى إنسان غني تعرف على مسؤول لديه سلطه ومال وقوه وكذا يشعر بالقوه يستمد منه القوه طيب انت الان تتعرف على مالك الملك كم حجم القوه التي يجب ان تشعر بها؟ شيء عظيم جدا اذا التوكل على الله هو مصدر القوه ايها الاحبه لماذا نشعر بالضعف اليوم؟ لماذا نشعر بالوهن نشعر بالاستكانه لاننا فقدنا التوكل على الله لان التوكل على الله هو اكبر مصدر من مصادر الثقه والقوه بل الاحساس بهذه القوه احدنا يلهث من اجل الرزق وهو يظن ان الرزق سيهرب منه والنبي عليه الصلاه والسلام قال والذي نفسي بيده يقسم صلى الله عليه وسلم، انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، يقسم لك النبي يا اخي رزقك ستستكمله تماما قبل الموت، لن ينقص منه شيء، لانه مكتوب اصلا، انت مكتوب منذ ان كنت جنينا في بطن امك مكتوب رزقك بالثانيه، كل ثانيه ما هو الرزق الذي سياتيك حتى تموت، كله مكتوب، فلماذا تخاف وتلهث وترجو فلان وتسال فلان وتخاف من فلان، لا يا اخي. وجه نظرتك، اجعل حياتك بيد الله سبحانه وتعالى. اذا اخي الحبيب، هذه الايه ايضا احبك ان تحفظها لانها تريح النفس. قبل النوم حاول ان تفكر بهذه الايه، ولكن يجب ان تحفظها يعني، يعني على الاقل يوم القيامة بعد الموت نلقى الله بشيء من كتابه كثير منا لا يحفظ شيء من القرآن إلا بعض قصار الصور طب احفظ بعض الآيات تجدها في القبر نورا لك القرآن نور في القبر أيها الأحبة أنت ستنزل إلى ظلام الأرض يعني أحدنا إذا قطع التيار الكهربائي يحاول أن يكون لديه شاحن صغير لكي يضيء له شيء يعني من حوله طيب أنت ستكون في ظلمات الأرض إلى يوم القيامة ربما مليارات السنين نحن نعلم متى تقوم الساعة ألا تأخذ معك نورا القرآن هو النور وأنزلنا إليكم نورا مبينا واضح فأحفظ هذه الآية رجاء فكر فيها قبل النوم قبيل النوم مهم جدا كل يوم أن تفكر بهذه الآية ستعطيك قوة في التوكل وتعطيك أثر كبير جدا في الراحة النفسية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون نسال الله عز وجل ان يجعلنا من المتوكلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.